كانت برنامج سوبر ستار العرب علاش محدود؟ لانه كانت واحد اللجنه من العيار الثقيل. لما كنقولوا رحبنا يعني رحبنا هما اللي صنعوا فيروز. اذا رحباني الله يرحمه في هذه المناسبه هذه فادي طام بالصوت الاوبيرالي الكبير جدا زياد بطرس، يعني تل من الفنانين الكبار اللي عندهم واحد الثقل اللي حتى بيان سور مع احترامي للباقي اللي جانا، ولكن هادو كانت واحد دراسه معمقه في اختيار الاصوات. ممكن بين قوسين ما بقناش كنلاحظوا الامور في البرامج اللي ولات مؤخرا، كنشوفوا اللوك، كنشوفوا الحضور، كنشوفوا هذه اشياء مزيانه، ولكن كانت في هذيك في هذا البرنامج او في هذا السيزون بالضبط مع هذه الاساتذه كان صوت بعين الاعتبار بالدرجه الاولى. صحيح. فكنت محظوظ من خلال برنامج سوبر ستار العرب، وكنت اول مغربي يصل لنهائيات برنامج عربي بلبنان انذاك، والحمد لله يعني لقيت واحد صدى طيب ومثلت بلادي احسن تمثيل، وكنت الحمد لله من خلال اللون الطربي اللي كنت كنأديه من خلال المواويل، فالحمد لله يعني كانت واحد الاطلاله اللي هي مهمه جدا. كنا كنهضروا على اللون الطربي والمواويل، واش تخلى لك بزاف الالبومات كل اعاده توزيع اغاني مغربيه كلاسيكيه عربيه، ما جايش شي البوم توحشناهم؟ بصح فريمون توحشنا. كاين دابا مجموعه اغاني اللي طربيه ولكن مغربيه قحه، لان تبارك الله عندنا في التراث المغربي للاطلس للحساني للشمالي، لا عندنا تبارك الله واحد التراث اللي مزيان انه الشباب يعرفوا ويتعرف عليه، لانه ممكن لما كيكون مثلا فنان من الشباب كيوصل اغنيه من التراث كيكون هو جسر تواصل انه يوصلها للشباب. مثلا يا ولدي رد بالك هذه بلادك، راه انت محسود على الراحل الشقارة الموسيقار الكبير. شحال من واحد كان كيصحاب ديالي وتعرف تعرف تعرف فيها عن طريقي، هي اكيد الشقارة، ولكن عطيتها واحد الرونق خفيف، واحد الطابع، واحد التوزيع اللي خفيف، ولكن حافظت على اللحن اللي هو الاصل الميلودي الاصليه ودوزتها بواحد الصوره. فان شاء الله كاين اطلالات فنيه ان شاء الله من خلال الاعمال المغربيه قحه ان شاء الله.